لا ما تشوف انا وقت الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم اطلاق الجيل الثالث من صواريخ بشائر النصر على مطار دير الزور الذي تقوم كتائب المجلس العسكري والثوري بمحاصرته، وان شاء الله في القريب العاجل سنتخلص من الزمرة الفاسدة داخل هذا المطار ونحرر مدينة دير الزور. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الثلاثة 4/12/2012. الله أكبر. أسامة خذ للولد كلهم من هنا، عجها الأخرى راجعين كلياتنا وإحنا من هنا رايحين. يلا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.